ودائما نصيح هذه أم، والله يا عيال ما أقول لكم إلا الصراحة قسما بالله، هذه أم في أحد مناطق المملكة أخذت عيالها واحد يدرس في الابتدائي واحد يدرس في أول مراحل الثانوية. تقول رحنا سيرنا عند أقاربنا في نفس المدينة. تقول أنا دخلت مع الحريم واستأنسنا وحلاوة وقهوة وشاهي وانبسطنا، ولدي الصغير هذا اللي في الابتدائي وأخوه اللي في الثانوي أول مراحل الثانوي طلعوا يلعبون مع مين؟ مع عيال أقاربهم في الحوش. تقول سبحان الله نغزني قلبي وحسيت بتعب وحسيت بهم، قلت خليني أسأل عن عيالي. دقيت على جوال ولدي، رد علي أخوه الصغير، قلت وين أخوك اللي في الثانوي؟ قال في الخيمة مع ولد فلانة. تقول قمت من الجلسة كذا لا إراديا ورحت على الحوش، وأجي لقيت الولد الصغير يلعب في الجوال. قلت وين أخوك؟ قال أخويا في الخيمة في البيت الشعر. تقول لا إراديا مسكت باب الخيمة وفتحته مقفل. تعرفون باب البيت الشعر سحب يحطون زي الخشبة كذا وصلة عشان ما ينفك في نفس الممشى الممر حق الخيمة على الباب. تقول ودق زي كذا انفتح الباب شيء بسيط، وطالع إلا ولد قريبتنا هذه قاعد يلعب في الجوال، ولدي يبوم معه. قلت افتح الباب. يوم فتح الباب دخلت عليه قلت وين ولدي؟ شكرا يا محمد. قلت وين ولدي؟ قال ولدك في دورة المياه. طبعا مشب بيت شعر وفيه زي الدخلة سويت كده في دورة مياه داخل الخيمة. قالت وين قاعد ولد في دورة مياه؟ قالت يا فلان ولدها تبغى تناديه عشان يطلع، تعال ابغاك. تقول والله واسكت كده، وقلت له وينك ويا الجوال يلا لا تطلعوا مني. تقول والله اقعد شويتين واستاذن منهم واطلع واروح على البيت واخذ جوال الولد. قلت ايش كنت تسوي في الخيمه؟ قال والله كنت العب معه ما ادري ايش ما سويت. تقول واخذ جوال وافتح الجوال والمحادثات، ولاقي مراسله بينه وهو شباب، تقول اكبر منه ومقاسه اصغر منه يعني شباب، وتقول في سوالف بينه وهو الولد هذا اكبر منه تخرج من الثانوي. تقول كلام وسوالف وصور ومقاطع. تقول أنا انهبلت، تقول أنا انجنيت، تقول والله إني دخت في البيت والأم هذه تقول أنا دخت في البيت ولدي هذا اللي أنا مربيته على القرآن وعلى الدين قاعد يسوي. تقول قسما بالله كلام ما يقال، أرتاح أنام معاك، أرتاح أشوفك، ما أرتاح لين أشوفك، أرتاح لما مدريش أرتاح، شكرا يا عيال، أرتاح لما مدريش وأرتاح. سوالف وصور ومقاطع. تقول أنا انهبلت، تقول أنا انجنيت، تقول والله إني دخت في البيت والأم هذه تقول أنا دخت في البيت ولدي هذا اللي أنا مربيته على القرآن وعلى الدين قاعد يسوي. تقول قسما بالله كلام ما يقال، أرتاح أنام معاك، أرتاح أشوفك، ما أرتاح لين أشوفك، أرتاح لما مدريش أرتاح، شكرا يا عيال، أرتاح لما مدريش وأرتاح أرتاح أرتاح إلى آخره. تقول وأدق على السناب اتصال ورد علي نفس الولد هذا، يا ويلك وانت ما تستحي والله لابلغ الشرطة ووريك ومدريش. وتقول وادق على امه ولدك، تقول امه قاعد تبكي. شوفوا يا جماعة الخير المصايب، شوفوا المصايب. اقول لكم انتبهوا على عيالكم، انتبهوا على اطفالكم الصغار، ترى يجيهم الام وانتم ما تدرون هم صغار، ترى في ذئاب بشرية تلعب. كم في بنت حرمت من الزواج الى يومكم هذا، والله انها متصل